وتخليل الأصابع من سنن الوضوء، وقيل من واجبات الوضوء. إذا أن الشيخ الجناني رحمه الله تعالى في كتاب الوضع عدها من سنن الوضوء، عد تخليل الأصابع من سنن الوضوء، والشيخ صاحب القواعد الشيخ الجيطاني رحمه الله تعالى عد تخليل الأصابع من سنن الوضوء، قال: وصفة تخليل الأصابع في الوضوء أن تضع باطن كفك اليسرى على ظاهر كفك اليمنى، هكذا تخلل بين الأصابع، وأن تضع باطن كفك اليمنى على ظاهر كفك اليسرى، هكذا يكون تخليل بين الأصابع. قال النور رحمه الله في المعارج: ولا تشبك بين أصابعك، لا تشبك بين الأصابع، أما التخليل فيكون بهذه الصفة. والمراد من التخليل إيصال الماء إلى خلل الأصابع، المقصود من التخليل أن يصل الماء إلى خلل الأصابع كي لا يفوت شيء من العضو المفروض غسله الماء، كي لا يفوت جزء. ولذلك من يلبس الخاتم، من يلبس الخاتم والخاتم ضيق لا يستدير، فإن عليه أن يديره. لماذا؟ كي يصل الماء إلى ما أحاط به الخاتم من الأصبع، لأنه إن لم يصل الماء إلى ما أحاط به الخاتم من الأصبع كان وضوء المتوضئ باطلا، إلا إذا كان الأصبع يستدير، يعني ما ضيق ضيقا كبيرا على الأصبع، يتحرك بسلاسة ويمكن أن يدخل الماء فيه من غير ما يحركه، عند ذلك يجوز له أن لا يحركه. أما إن كان الماء لا يصل إلا بتحريك الأصبع، تحريك الخاتم، فتحريك الخاتم واجب حتى يصل الماء إلى هذا المكان. وهذا التخليل، تخليل الأصابع بالماء، تخليل الأصابع بالأصابع في حالة ما إذا كان كما قلت لا يمكن أن يصل الماء إلا بتخليلها بالأصابع، أما إن كان الماء يقينا وجزما يصل فإن تخليل الأصابع بالأصابع سنة. أما وصول الماء إلى خلل الأصابع واجب، وتمرير اليد أي دلكها كما ورد ذلك في بعض المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلك الأصابع فهو سنة، إيصال الماء فرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قبل أن تخلل بمسامير من نار. لماذا؟ لأن من لم يصل الماء إلى خلل أصابعه ما حكم وضوئه؟ باطل. ثم ما حكم صلاته؟ بيجينا حديث ابن عباس بعد ذلك: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. يعني وضوءه، من بطل وضوءه فسدت صلاته، ومن فسدت صلاته انهدم إيمانه، ومن انهدم إيمانه مصيره إن النار. ولما كان سبب صليه النار أنه لم يحسن الوضوء خلل هذا المكان ليذكر، قال: انتهى سبب دخولك النار إنك أنت ما كنت تحسن وضوءك، فهدمت صلاتك بإساءتك لوضوئك. لذلك نقول: يا عباد الله تعلموا تفقهوا، لأن ركن العبادة لا الخيمة، هذا الخيمة من غير العمود تقوم؟ أتقوم الخيمة بلا عمود؟ ما تقوم. كذلك الفقه عماد العبادة، عبادة لا تقوم على عماد الفقه هباء، لا قيمة لها، فلذلك تفوت العابد هذه الفريضة، فيفوته الوضوء، فتفوته الصلاة، فتفوته الجنة، ويصلى النار والعياذ بالله. خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامر من نار. وهذا الحكم يشمل أصابع الرجلين أيضا، وإن قال بعض الفقهاء أن هذا خاص باليدين، لكن الصحيح أنه يشمل اليدين والرجلين، لأن الحديث أطلق ولم يقيد، ما قال أصابع أيديكم، وحديث ابن عباس يؤكده
عندما يقول صلى الله عليه وسلم خل إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، يديك ورجليك لا اليد وحدها،